This meeting is being recorded. The recording has stopped. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ المحاضرة. المحاضرة الماضية توقفنا، أخذنا هذا كمان كله. المحاضرة الماضية توقفنا عند الاركيتكتشر الخاصة في الاي كوميرس، وحكينا في ان ستراكشر شهير يسمى تو تير، بحيث يكون الويب سيرفر يحتوي على تير والداتابيز يحتوي على تير اخر. المالتي تير الويب سيرفر عبارة عن اكثر من سيرفر، والباك اند يحتوي على داتابيز كذلك اكثر من سيرفر. اذا التو تير، تير خاص بالويب سيرفر وتير خاص بالداتابيز، بس ممكن يصير عندي الداتابيز او الويب سيرفر على اكثر من سيرفر، لذلك بنسميه مالتي تير، بحيث يكون مالتي تير للويب سايت وتير واحد للداتابيز، او يكون وان تير للويب سيرفر ومالتي تير للداتابيز سيرفر، او يكون عندي مالتي تير للويب سيرفر ومالتي تير للداتابيز سيرفر. طبعا هذا يعتمد على حجم الويب سايت وحجم الكلاينتس اللي بيستخدموا الويب سايت. السمول بزنس بيكفيني الاستراكشر اللي بين ايدينا، اللي هو ويب سيرفر بالاضافه الى الداتابيز سيرفر، وللابلكيشنز العادية والابلكيشن البسيطة بتكفي الويب سيرفر زائد الداتابيز سيرفر يكون عبارة عن جهاز واحد، لكن بناء على حجم العمل وحجم الكلاينت وحجم اليوزرز ممكن يصير نعمل اكستنشن لتو تير ولا مالتي تير بناء على التطبيق وحجم المستخدمين للويب سايت. هاي الشكل اللي بين ايدينا اللي بيحكي عن التو تير. فعند الكلاينت بيروح بيطلب ريكوست من الويب سيرفر، والويب سيرفر بدوره بيعمل ريدايركت للتير اللي بعده اللي هو خاص بالداتابيز، بيعمل فيتشنج للداتا وبيرجعها مرة ثانية للويب سيرفر، والويب سيرفر اللي بدوره بيرجع الريزلت إلى الاند يوزر. في حالة يكون عندي مالتي تير نقول التالي: في عندي ويب سيرفر لاير، في عندي ميدل تير لاير، في عندي باك اند لاير، وزي ما احنا شايفين على الشاشة كل لاير بيحتوي على مجموعة من السيرفرز. بنسمي الاركيتكتشر اللي بين ايدينا مالتي تير، او بنسميه ان تير. اللي بين ايدينا في عنا اللي بيوفر لي خدمة الويب سيرفر اكثر من تكنولوجي واكثر من شغلة. في عنا الاباتشي
واللي بيوفر لي اللي هي تحويل الجهاز العادي إلى ويب سيرفر، ومنه بيساعدني على لودينج ويب سيرفر سوفت وير. طبعا هذا بيشتغل بشكل أساسي مع لينكس، وفي الوقت الحالي كذلك موجودة نسخة خاصة بويندوز. من الميزات الخاصة فيه إنه ريلايبل ستيبل، وإنه بارت أوف أوبن سوفت وير كوميونيتي، عبارة عن أوبن سورس سوفت وير مستخدم بشكل كبير، ومنه تطبيقات كثيرة. مثلا أنا أستخدم نسخة منه اسمها وامب على جهازي، شغلت الأباتشي سيرفر على الجهاز الخاص بي. طبعا أنا سبورت بشكل عام للماي اس كيو ال ولا البي اتش بي سيرفيسز. تقريبا الآن اشتغل عندي على الجهاز، شوف مع بعض، هذا هو الجهاز شغال. هاي الخدمات اللي بوفر لي اياها، بوفر لي بي اتش بي ماي ادمن، بوفر لي الاس كيو ال ماي اس كيو ال داتابيز، والعديد من الخدمات اللي بوفر لي اياها على الجهاز. نشوف مع بعض، مثلا نشوف لمحة بسيطة منه. طبعا انا حاطه على بورت مختلف، لان عندي على جهازي تو سيرفر، حاطه على بورت 8081. هذا هو تمام. نشوف مثلا الخدمات التانية اللي بوفر لي اياها، مثلا نشوف خدمة الداتابيز، نشوف الماي بي اتش بي ماي ادمن نفس الشيء 80 81. هاي بيشتغل على الجهاز. هاي بيوفر لي خدمة بي اتش بي ماي ادمن خاص بالداتابيز مانجمنت سيستم والى اخره، بالاضافة الى الاي اس اللي هي من مايكروسوفت. كذلك من خلاله بستطيع عمل مجموعة من الويب سايت على الجهاز الخاص بي. اذا هاي التكنولوجيا الافيلابل، في عندنا الاباتشي، في عندي مايكروسوفت انترنت انفورميشن سيرفيسز اللي يعتبر من اكبر السوفت وير اللي يستخدم في الويب سيرفر سوفت وير، اللي يعتبر رقم 2 بعد الاباتشي. بيعتمد انه هذا انه عبارة عن ويندوز بيست، بيشتغل على نظام ويندوز، والانتجريشن فيه ومن مميزاته سهولة الاستخدام. الآن نحكي عن الفاندمنتال الخاص بالويب سيرفر. ما هي الميزات اللي بيعطيني إياها؟ الخدمة الأولى تسمى Processing of HTTP Request، بصير يستقبل ريكوست من نوع HTTP ويروح يرد عليا. بيستخدم كذلك سكيورتي سيرفيسز زي SSL وزي ترانسبورت لاير سكيورتي، بوفر لي فايل ترانسفير بروتوكول، بوفر لي سيرش انجن، داتا كابتشر، ايميل، وسايت مانجمنت تولز. HTTP وظيفته يعمل لي ريسيفنج اند ريسبوند تو الكلاينت HTTP HTTP pages secure SSL اللي وظيفته العناية بالمشتركين والعناية بالسكيورتي من خلال اليوزر نيم، فيريفاينج لليوزر نيم والباسورد،
ويعمل بروسيسنج للسيرتيفيكيت سواء كانت بوبليك او برايفت والى اخره. الاف تي بي بيسهل لي عمليه ترانسفيرنج للفايلز من والى السيرفر. سيرش انجن بيوفر لي اندكسنج للسايت كونتنت، بيعمل مانجمنت للكي وورد وسيرش كومباتيبيليتيز. وداتا كابتشر بيساعدني اعمل لي لوجينج للفايل، مين بيعمل فيزيت للويب سايت، التايم، ديوريشن والى اخره. بوفر لي كذلك الايميل سيرفيسز اللي هي بيساعدني في عمليه ability to send and receive email وإلى آخره. site management يساعدني على site عمل creation ل new website. زي ما احنا شايفين على الشاشة، لو رحنا على مع بعض، مثلا عندي أنا على الجهاز أنا عامل hosting لمجموعة من الـ applications. نجرب واحد منهم مثلا، هاي ماركت. ما في مشكلة في الداتابيز، معناها في بعض المشاريع عندي أنا. شوف مشروع تاني، طبعا لكل موقع بحاجة إلى يكون في داتابيز مرتبطة على الماي اس كيو ال. شوف ويب سايت ثانية هذه اللحظة. أعتقد في عندي مجموعة ويب سايت كثير أنا بحذفها، بس على التستينج لشغلات معينة. مثال على ويب سايت على الجهاز. هذه بالطبع باستخدام الوورد بريس ل هوستنج على الجهاز العادي. طيب نكمل نشوف على سايت مانجمنت تولز اللي حتوفر لي. التالي هتوفر لي basic tools including in all web services زي verifying the links ونشوف identify often file. ميزات عادية للسوفتوير بالإضافة لثيرد بارتي سوفتوير اللي هي monitoring customer purchasing. إذا أنا مضيف سوفتوير معين، مضيف application معين، يضيف لي الخدمات التالية: making campaigning efficiency والى اخره. في مجموعه خدمات هذه توفر لي اياها شركات خاصه، لكن الويب سيرفر بشكل اساسي بيعمل لي التالي: بيعمل لي فيريفاينج لللينك انها شغاله بشكل صحيح، واذا كان في عندي اورفن فايل بيروح بيعمل ايدنتيفاينج بشكل عام لها. دايناميك بيج جنريشن تول، انا بحاجة انه اعمل بيجز تروح
توفر لي خدمات التفاعل مع قواعد البيانات، بستخدم العديد من الأدوات. الهدف الأساسي منها إنها تعمل لي مانجمنت للداتا الموجودة في داخل الداتابيز، يعمل مانجمنت، يعمل ستورينج، يعمل ريتريفينج إلها. وفي منها عدة خدمات زي CGI, ESP, GSP, ODBC, GDB، بالإضافة إلى لغات كثيرة بتوفر لي العمليات الخاصة في المانجمنت للكونتنت. كذلك توفر لي منيو كوست، بيساعدني في نعمل أونلاين ماركت سيجمنتيشن، بيساعدني كذلك في بعض الأحيان اللي هي عمل كوست فري برايس، وبيساعدني كذلك الكونتنت مانجمنت سيستم اللي هي مثلا زي اللي شفنا قبل شوية الورد بريس. من السهل علي إنه أروح أضيف سايت في الورد بريس وأضيفه إلى الموقع. الابليكيشنز الخاصة بذلك كمان عندنا في عندي ويب سايت ابليكيشن واللي تساعدني على تديني فانكشناليتي بشكل خاص ل ويب سايت. بالإضافة في عندي أنا تايب ميدل ويرز اللي هتساعدني إنه أقسم العمل ما بين الويب سيرفر والداتابيز مانجمنت سيستم أو داتابيز سيرفر. كذلك سنجل فانكشن ابلكيشن بينج ريبليسد باي انتجريتد سوفت وير تولز ذات كومباين اول فانكشناليتي نيدد فور اي كوميرس، بالإضافة اللي هي السوفت وير الخاص بالمانجمنت بالإي كوميرس. الآن نحكي عن الإي كوميرس بشكل عام. أنا بحاجة إلى التالي: بحاجة أوفر أونلاين كتالوج، أوفر المنتجات الخاصة بالمنشأة بشكل مباشر اللي هي أونلاين، بحيث أن اليوزر بس يستطيع الدخول على الموقع ويختار المنتجات المناسبة. اثنين، الجزء الثاني اللي هو شوبينج كارد، بحيث أنه يستطيع اليوزر انه يعمل شوبينج لمجموع برودكت وبعدين يعمل مانجمنت إلها، يضيف كميه، يزود كميه، يحذف كميه من الاشياء اللي اشتراها. وبعدين في عندي كريدت كارد بروسينج، يعمل فانكشناليتي للبيمنت بمختلف انواعها اللي هتساعدني في عمليات الدفع الالكتروني. الآن كذلك عشان نكمل الباقي الأشياء، إحنا بحاجة إلى الشوبينج كارد، بحاجة للأوردر مانجمنت سيستم، بحاجة للإيكوميرس، بحاجة لبعض الأحيان للأوبن سورس أو بري أو بيد إيكوميرس، بحاجة أن أعمل إنتجريشن أو أعمل مانجمنت إلها من خلال الموقع تبعي. نحكي عن الكي فيتشرز الخاصة بالسيرفر اللي هي حوفر لي التالي: حوفر لي فانكشناليتي، حوفر لي سبورت لمختلف بزنس موديل بما فيها الاي كوميرس، بزنس بروسس مودينج تولز، فيجوال سايد مانجمنت اند ريبورتنج، بالاضافه الى بيرفورمانس اند سكيلابيلتي، كونكتيفيتي اون اكزيستنج بزنس، كومبلاينس وذ ستاندرد جلوبال اند مالتي كلتشر كابيلتي، local sales tax and shipping rules. طيب الآن نبدأ في نختار نعمل على الهاردوير اللي بيناسبني. عشان اي كوميرس بحاجة إلى اختار السوفت وير الهاردوير المناسب بناء على اي كوميرس كومباتيبلتي، لما اعمل هوستنج على
للإي كوميرس أنا بحاجة أتعرف ما هي الريكويرمنت الخاصة بالسوفتوير، وبناء عليه أروح أعمل هوستنج لسيرفر مناسب حسب نوع العمل اللي أنا بقوم فيه. الآن بدنا نحكي عن عن هذه نتركها لأنها عبارة عن تلخيص مباشر اللي حكينا عليه خلال المادة. الآن نحكي عن الأم كوميرس واللي هي الآن يعتبر ترند على مستوى العالم. سابقا كان الإي كوميرس هو الأكثر شيوعا، لكن في الوقت الحالي الأم كوميرس هو الأكثر شيوعا، بحيث يتم تطبيق عمليات التجارة من خلال موبايل أبليكيشن، واللي يوفر لي التالي: في عندي موبايل ويب سايت، في عندي موبايل ويب أبليكيشن، في عندي نيتف ابلكيشن، في هايبريد ابلكيشن. الموبايل ويب سايت هي بالاصل عباره عن ويب سايت ديزايند باستخدام اللي هي ريسبونسيف ويب ديزاين، بحيث انها تكون ابليكابل للتشغيل على الويب على الديسكتوب واللابتوب بالاضافه الى الموبايل. انما الموبايل ابس عباره عن برامج بتم تصميمها بشكل أساسي للموبايل، وفي منها نوعين: في منها ناتيف وفي عندي هايبريد. الناتيف المقصود فيها أن يكون لكل نوع تشغيل موبايل أبليكيشن، للأندرويد موبايل أبليكيشن، أي أو إس موبايل أبليكيشن وهكذا. الهايبريد المقصود فيها أنه one software one source code بينعمل منه deployment على كروس بلاتفورم، على اكثر من بلاتفورم، بحيث يتم تطبيق نحصل من خلالها على نسخه للاي او اس ونسخه للاندرويد وهكذا، بالاضافه للابلكيشنز او يعني الاوبريتنج سيستم الخاصه في الموبايل من خلال تطبيق واحد. لكن الحل الافضل اللي هو يكون عندي نيتيف ابلكيشن بيتم تصميم ابلكيشن خاص بالاندرويد، ابلكيشن تاني خاص بالاي او اس وهكذا. الهايبريد يعني نوعا ما اقل جودة من النيتيف ابلكيشنز. لما ناخذ مقارنة ما بين الموبايل والويب سايت، في عندنا مجموعة خيارات. بشكل عام الموبايل كتطبيقات أغلى من موبايل ويب سايت أو موبايل ويب أبليكيشن. الموبايل ويب سايت أقل تكلفة مقارنة بالموبايل ويب آب. الناتيف أبليكيشن اللي هي بنستخدمه الناتيف أبليكيشن اللي هي بنستخدمه مع هاردوير معين، في ميزة اللي هي خاصية الافيلابل اوف لاين، بحيث انه في بيكون عندي لوكال داتا مخزنة على الجهاز وبيتم استخدامها بشكل اوف لاين، ولما بنرجع اونلاين بصير عندي فانكشناليتي اكثر. عادة الابلكيشنز بيكون تصميمها اما اونلاين او اوف لاين. اونلاين بيوفر للاند يوزر فانكشناليتي كاملة، والاوفلاين بوفر له فانكشناليتي اقل شويه لانه ما في عندي ستورج كافي عشان اخزن كل الداتا على الموبايل، موفر له بعض الامكانيات على الاوفلاين. وفي حاله طبعا بالاضافه الى ما يتبعه من تقنيات خاصه بالسينكرونايزيشن، بحيث انه في بعض الداتا
يتم تخزينها في حالة الأوفلاين، لكن بعد عمليات الرجوع إلى أونلاين أنا بحاجة أعمل سينكرونايز ما بين الداتا اللي تم تخزينها على الجهاز والداتا اللي موجودة على الويب سيرفر. عشان أعمل ما يلزم بالموبايل أنا بحاجة أخذ بعين الاعتبار التالي، بحاجة أخذ بعين الاعتبار الهاردوير والكونكتيفيتي والديسبلاي والإنترفيس، هذه كلها ميزات أنا بحاجة أراعيها في عمليات التصميم وعمليات البرمجة وعمليات الطلب الخاص بالإيكوميرس سوليوشن الخاصة في الموبايل، لأن الهاردوير مثلا موبايل هاردوير سمولر مقارنة مع البي سي، الريسورس كذلك أقل، الكونكتيفيتي الموبايل بلاتفورم سلور كونكتيفيتي مقارنة مع الديسكتوب والويب سايت، الديسبلاي كذلك سمولر، الانترفيس أنا في عندي ميزة إضافية في عندي تاتش سكرين في الموبايل اللي غير متوفرة في الديسكتوب ابلكيشن او الويب ابلكيشن التي تعمل على اللابتوب، تعمل على السمارت فون، تعمل على عفوا اللابتوب، تعمل على تقنيات الديسكتوب. اذا انا لما بحاجة اعمل تصميم لتطبيق انا لازم اراعي الهاردوير والكونكتيفيتي والديسبلاي والانترفيس. أنا بحاجة إلى التالي كذلك أتعرف على الطريقة اللي بدي أعمل فيها الموبايل أبليكيشن، الطريقة مثلا بدي أسميها موبايل فيرست ديزاين، بحيث بتم أعمل ديزاين للويب سايت، بعدين بتم بعملية تصميم للموبايل ديزاين، بحيث يكون عندي أبليكيشن بيشتغل أولا على الويب ثم بيعمل على الديزاين. إذا أنا بدي أراعي الديزاين في هذه الشغله، ريسبونسيف كذلك احنا حكينا عنها، بحيث انه يتم تطبيق النظام على اكثر من بلاتفورم، موبايل ابلكيشن، موبايل ديفايس او لابتوب ديفايس، مثلا سمارت ديفايس، وشيء ثاني يسمى ادابتيف ويب ديزاين. الان نحكي عن اللغات اللي انا بستخدمها في الموبايل، موبايل ابلكيشنز زي اوبجكتيف سي، زي جافا، وهناك العديد من اللغات الحديثه التي تستخدم، لكن ما زالت اوبجكتيف سي وبالاضافه الى جافا من اشهر اللغات واقدم اللغات اللي تستخدم في الديفلوبمنت للموبايل. في عندنا الكثير من الاوبن سورس الترناتيفز زي ما شايفين على الشاشه، كلها بتعطيني اوبن سورس خاصه في الموبايل ابلكيشن. اوبن سورس له ميزه بنعمل داونلود وافهمه واعمل ايش كستمايز واعمل ديبلويمنت للابلكيشن بشكل سريع. بالنسبة للتكلفة والبرفورمانس، لو قلنا موبايل فيرست هنلاحظ انه هذا الاكثر استخداما، موبايل ويب سايت بيساعدني ان اعمل ريسايزنج للسايز للويب سايت بحيث تكون مطبقة على الويب والموبايل، موبايل ويب ابس اللي هي ممكن انا استخدمها استخدم باك اند، الباك اند اللي بيعطيني الفانكشناليتي للاي بي اي بحيث يتم الاتصال مع سيرفر من خلال اي بي اي، وهذا بيعطيني ميزه انه الموبايل ابلكيشن ممكن يكون يعمل كموبايل ابلكيشن من جهه والاي بي اي تخدم لي اكثر من تطبيق. لو قلنا العكس نقول التالي، بدنا نعمل الان تطبيق يكون جزء منه الانترفيس خاص بالموبايل، الانترفيس خاص بالويب سايت او ويب ابلكيشن،
اذا انا عشان اعمل الاستراكشر اللي بين ايديا انا بعمل اي بي اي، ومن خلال الاي بي اي هذه بكون عندي امكانيه توفير خدمه الويب سايت، سواء كانت موبايل او كانت ديسكتوب او كانت لابتوب. بمعنى من خلالها بعمل ابلكيشن خاص بالويب وابلكيشن خاص بالموبايل، والاثنين بيتصلوا مع الاي بي اي عشان يتواصل مع الباك اند. النيتف ابلكيشن اللي هي ملاحظ له التكلفه اغلى، ليش؟ لانه بحاجه الى عمل تطبيقات لكل نوع من الاو اس. انا في عندي مثلا انا بدي اعمل ابلكيشن نيتف للاندرويد وبدي اعمل ابلكيشن نيتف للاي او اس، نفس التكلفه هذه، يعني انا صار عندي تكلفه مرتين، ديفلوبمنت مرتين، بينما في الهايبريد انا بعمل تطبيق واحد وديبلويمنت بيصير على التو تايب اوف بلاتفورم. النيتف مور ستيبل، الشركات الكبيره بتعتمد على النيتف بشكل اكبر بغض النظر عن التكلفة، لأنه الستابيليتي والبرفورمانس والميزات اللي توفر لي إياها النيتف ليست نفس الميزات التي توفر من خلال الهايبريد الابليكيشنز. يكون إن شاء الله خلصنا. الأشياء اللي بتلزمني أنا للإي كوميرس بحاجة إلى اليو إكس يو آي، بحاجة qualification skills، بحاجة إلى أجتاز مقابلات معينة محددة في عملية e-commerce، وبحاجة إلى كذلك أجتاز interview questions. قبل ما نختم، في حد عنده أي سؤال؟ في أي سؤال بخصوص الامتحان، بخصوص الكويز؟ الله يعافيك يا ديما، يلا يعطيكم العافية، السلام عليكم.